ظاهرة السطو المسلح الصيدليات التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتمركزت بشكل كبير في وسط الخرطوم وفي أوقات متأخرة من الليل هي اللي لفتتني أنه نأخذها كقضية تحت المجهر لما لها من أبعاد أمنية تهدد المواطن وتهدد الصيادلة. أفاد البعض من الصيدلانيين أنه ضرورة إلحاق الصيدليات بأدوات أمنية كاميرات وأجهزة إنذار، والبعض اقترح ضرورة وجود أفراد من القوات المسلحة أو اللواءات النظامية للدواعي الأمنية نفسها. البعض رجح الظاهرة إلى انتشار المخدرات بين الشباب، لا سيما أن العصابات التي تسطو على الصيدليات هي من شريحة الشباب. في الآونة الأخيرة تفشت ظاهرة المخدرات، ورجح البعض الآخر من الصيدلانيين أيضا أن المسألة قد تكون مردها إلى تلك الظاهرة المخدرات. طلعنا على القضية، وجوب معرفة هذه الدواعي من خلال التحقيق والتغصي للظاهرة. إضافة لكده تحديد الزمن المتأخر من الليل، شايفة أنه المفروض يكون فيه العنصر الرجالي بشكل أساسي، باعتبار أنه عنصر النساء الزمن المتأخر من الليل قد يلحق الأضرار الواسعة.